على عكس الفقه المتفق عليه والقوانين القضائية المعمول بها، والتي تحمل شعار المتهم بريء حتى تثبت إدانته. في قانون الجمارك المتهم مدان وعليه إثبات براءته، نقطة حساسة من بين نقاط عدة في النزاعات الجمركية يشرحها القائمون للمشاركين ضمن فعاليات اليوم الدراسي حول النزاعات الجمركية بمجلس قضاء إسكيكدا. نتناول احكام الدستوريه الجديده ومدى تاثيرها على قانون الجمارك، لان نعرفوا بلي قانون المشرع الدستوري ارتقى بالمبدا الفقهي المعروف مبدا قرينه البراءه الى مبدا دستوري، في حين قانون الجمارك اللي يعتبر ان كل شخص بريء الى ان تثبت جهه قضائيه نظاميه ادانته، في قانون الجمارك هو العكس، الاصل ان الشخص مدان وعليه ان يثبت براءته. مقيدة من حيث الفصل في المنازعة الجمركية يكون بناء على القوانين والتشريعات، التشريعات والتنظيمات الخاصة بقانون الجمارك. فلا يجوز تطبيق أحكام القانون العام إلا في غياب النص أو في التشريع الجمركي. عدد كبير من قضايا النزاعات الجمركية في أروقة المحاكم بمجلس قضاء إسكيكدا سنويا باعتبار الواجهة البحرية والموانئ التجارية والبترولية، ونقاط استفهام كبيرة دفعت مجلس قضاء إسكيكدا لتنظيم هذا اليوم الدراسي بحضور عديد الفاعلين. الجانب كذلك اللي تدخل فيه المشرع كذلك في قانون الجمارك، كذلك عندنا ميناء اقتصادي وتجاري وهام كذلك، وميناء خاص بالمسافرين. كل هذا جعلنا اليوم أننا نتطرق لهذا الموضوع وننظم يوم دراسي حتى نقول أننا نكشف على بعض النقائص التي هي موجودة حاليا على مستوى التشريع، ونحاول من خلال هذا اليوم رفع هذه الإشكالات التي تطرح في التوصيات نرفعها إلى الجهات الوصية وبخاصة وزارة العدل. في قانون الجمارك إذن مواد تتعارض مع الدستور الذي يضمن قرينة البراءة لدى المتهم، بينما على العكس من ذلك لدى مصالح الجمارك نقطة من بين النقاط التي سترفع ضمن جملة من التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي للوصاية والمشرع الجزائري.